شكرا شكرا على هذا السؤال. فعلا القنصلية العامة للمملكة المغربية بتورينو كتبذل جهود كبيرة في هذا المجال، لأن أهم شيء بالنسبة لنا هو أن الجالية المغربية المتواجدة في الجهة اللي تابعة لتورينو، بيمونتي، فال داوستا وليغوريا، أنها ما تفقدش أي الصلة مع بلادها. تاريخ المغرب تاريخ غني جدا، ومن الواجب علينا أن نعرفوا الشباب ونذكرهم بهذه المناسبات الجميلة والعظيمة جدا، كهذه المناسبة ديال تقديم وثيقة الاستقلال اللي هي عندها واحد الدلالة خاصة بالنسبة للشباب بالخصوص، اللي هما اللي كيقرا اللي خدام اللي هذا ما عندهم شيء الإمكانية، ماشي كلهم عندهم الإمكانية باش يكونوا متواصلين ويكونوا عارفين وتكون عندهم معرفة بالتاريخ المغرب وبالمناسبات اللي كنحتفلوا بها وكنقدسوها. هذه واحد المناسبة من المناسبات الكبيرة كما قلت، عندها واحد الدلالة خاصة لأنها هي كشعلة تقديم وثيقة الاستقلال بالنسبة للمغرب، هي أول عمل يعني من طرف الحركة الوطنية، اللي هو عمل منظم واللي هو بمثابة يعني انطلاق النضال من أجل الاستقلال. بتواصلكم اليومي مع أفراد الجالية، هل هناك تجاوب غالبا؟ الحمد لله كاين تجاوب. حنا كنشتغلوا مع الجمعيات، لأن الدور ديال الجمعيات مهم جدا. القنصلية عندها يعني كاين خدمات قنصلية، كاين تواصل، كاين واحد العدد ديال الأمور اللي كنتواصلوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع الجالية، والجمعيات كتلعب واحد الدور مهم، وحنا كنشجعوا الجمعيات باش أن تلعب دور أكبر. ولهذا فبالنسبة لهذه المناسبات، مناسبة تقديم وثيقة الاستقلال، عيد المسيرة، عيد الاستقلال الى اخره، باستثناء عيد العرش اللي كتكلم به في القنصليه مباشره، هذه المناسبات كلها حنا كنشجعوا الجمعيات هما اللي ياخذوا المبادره، حنا كنوقفوا معاهم وكنساندوهم وكنشاركوا معاهم، ولكن المبادره كتبقى من بيد الجمعيات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.